السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ معايا دول لينكس. حلقه النهارده شباب هناخد مع بعض بمجموعه المغناطيس. قبل ما نبدا نتفرج على الحلقه دي وسمعت الاذان ونصلي، فكك من الموضوع ده خالص، مش كده بس، اذكر الله، صلي على رسول الله، تروح تحط لايك عنيف، تشترك على القناه. طب يا شباب، طبعا زي ما انتم شايفين دي مجموعه الماجنت، مجموعه ممتازه جدا، بحبها جدا، كانت في فتره من الاوقات متصدره لمده طويله جدا. المجموعه ما زالت من المجموعه المفضله بالنسبه لي، بحبها جدا، عامل على حلقه شرح كامل هسيبها لك في شاشه النهايه في اخر الفيديو. لو عايز تشوف حلقه شرح مجموعه الماجنت هتلاقيها اخر الفيديو. فخلينا ندخل مع بعض رانكد ونلعب ونتالق بمجموعه المغناطيس. المغناطيس ملا الكيس. اوه، هنلعب ضد يامي يوجي. انا الاول طبعا، هو لو كسب هيطلع رانك، انا مش هخليك تكسب طبعا. بداية موفقة طبعا. الماجنت في الدول لينكس حلوة قوي، تعتبر احسن من ماستر دول، لان الاوراق قليلة والمجموعة يعني كل ما يكون ورقها قليل كل ما تكون ايه مدملكة كده وقوية، يعني كل ما كل ورق قليل كل ما كل مجموعة ايه ماسكة نفسها كده. طبعا لعبنا البيتا، والبيتا لما بتلعب بتجيب ورقة ماجنت من المجموعة لإيديك. بس هنهي دوري على كده. تنهي دورك على كده يا ابو حميد؟ طب هو ده كفاية يا ابو حميد؟ اعتقد ان ده كافي. هو مش كفاية قوي يعني، بس هو البيتا ليه تأثير حلو قوي، هنشوفه مع بعض. هيلعب سايبر، لعب السايبر دراجون. سايبر دراجون، بص هقول لك حاجة، انا هحاول ان انا ايه يعني اشرح لكم كده بالراحة الماجنت بيعمل ايه. المجموعة ايه معقدة شوية، تمام؟ بس انا يعني لو انتم مكسلين ترجعوا للحلقة انا هحاول برضه اشرح لكم انا بعمل ايه. بس هو بس ايه بيتهرج بالون. يا ده بيلعب ورقة الوندر بالون. انت بتهرج يا عم الحاج، انت جاي تهرج يا عم الحاج هنا؟ انت بتهزر يا ابني. حاول اقول لك وقت ايه. طب يا جماعة، وكل ما يرمي اوراق النقط بتاعتي تقل 300، بتاعت الوحوش يعني. كل ما يرمي اوراق من ايديه النقط تقل 300. ماشي. طب بتهرج يا جدع انت؟ ايه ده؟ انا دلوقتي هستنى شوف هيعمل ايه، هيهجم ولا لا، وهنبدا ان احنا نستخدم التاثير بتاع البيتا. بس لما يهجم مش دلوقتي. هجم، شغل البيتا. البيتا بيخلع وينزل مكانه دلتا. الدلتا نزل، الدلتا بيشتغل، شغل الدلتا. بيرمي ورقه من المجموعه للمقبره، هنرمي الالفا، تمام كده؟ خلاص كده بس، خلاص هيدمر الدلتا طبعا. مع السلامه دلتا. وطبعا هاخد، ممكن ناخد دامج 2000 مش مشكله، ما يجراش حاجه. ممكن ندافع عن نفسنا، معانا كايترويد بس احنا مش هنستخدمه دلوقتي، خلينا نستنى شويه كده نسحب. يلا بسم الله. الله عليك يا ابني والله. صباح الفل استاذ. هنلعب الجاما، بعد كده الجاما بيشتغل، ننزل الالفا كده، بقى معانا كل مقومات النجاح، خلاص مش محتاجين حاجه تانية، خلاص من الدنيا بقى معانا كل اللي ايه كل المفتكات بقت معانا خلاص. عندي حركه حلوه قوي قوي. بص هعمل ايه. هلعب حته اكسيز، هستفاد بالوحشين دول ماشي. بس انا كده مش هعرف العب الالكترو ماجنا. بس انا ايه هعمل يعني هشيل ورقه ماتريال اللي انا محتاج استخدمها للالكترو ماجنا، فانا محتاج الجاما ماشي. واخلي الوحش ده مثلا قوته ايه صفر، والعب بقى الالكترو ماجنا. الله يا ابني، 2 3 استاذ والله. الله يا ابني، اتفرج يا باشا. نعمل بقى، نشغل السكيلز بتاعت يوجي، شغل بقى، اعمل افكت اكتيفيت. دمر يا باشا، دمر وحش ابو 2000 ده براحتك. شغل السكيلز، سحب نايس، سحب الجبان مش مشكله. ندخل الجيم كمان،
هانت هانت نطلع سيلفر، هنطلع سيلفر ان شاء الله. ندخل جيم كمان، يلا ندخل جيم كمان. هنلعب ضد ايشيزو، انا الاول ولو كسبت هطلع رانك. ماشي. الله جد بجد الله. هنلعب الماجنتيك فيلد ماشي، وهنلعب الجاما. الجاما لما بينزل الملعب بيخليك تنزل سبيشال سامون من ايديك، هنزل البيتا من ايديا للملعب. ايه شيزو بقى هتنسحبي؟ يلا بقى شيزو بقى شيزو يلا. هننزل بالبيتا. ايه بقى طلعنا رانك. ندخل جيم كمان، ندخل جيم كمان. ماشي. اول ما بيشوفوا الماجنت بيترعبوا على طول بيهربوا. سول بيرنر حارق الارواح اوفر اوي. لو كسب هيطلع رانك، مش هطلعك. ماشي معايا ماجنتيك فيلد برضو، العب الماجنتيك فيلد على طول، جامدة جدا. هنلعب البيتا. البيتا لما بينزل تجيب حتة ماجنت من المجموعة لإيديك. هنجيب الألفة، تعال انت، ونلعب حتة كارما وانهي دوري. بس اتفرج بقى، اتفرج. هيلعب بإليمنت الهيرو صح؟ إليمنت الهيرو. جامد إليمنت الهيرو البريف. أبنشه ولا أسيبه شوية؟ يعني مش مفيش منه قلق يعني. خليك خليك مفيش مشكلة يعني، مفيش قلق، مفيش قلق خالص. معقول؟ واو ده انت جامد بقى. سورد اوف دراجون سول. ايه ده بتهرج. كان لازم اطلع فاصل يعني، موضوع ما ينفع يعني، ما وصلتش. السيف ده ليجندري سورد، شفت السيف الصغير ده؟ انت جاي تهرج يا جدع، انت جاي تهرج. اطلع يا متخلف، ما ينفعش. نشغل البيتا، نجيب الدلتا. حاجات غريبة والله. شغل الدلتا، نبعت الجامع للمقبرة. هيدمر الدلتا، هسيبه يدمره. الماجنتيك فيلد هيشتغل يدمر الوحش بتاعه على طول على طول. الماجنتيك فيلد موجودة ودمر لي وحش يتعاقب على طول. الماجنتيك فيلد دي حاجة رهيبة بصراحة. الفا، العب حته الفا. هنجيب حته الكتروماجنت، اللي هو ايه بقى، اللي هو المفتكر الالكترومجنا، الالكترومج الالكترومانجا. هنجيب حته الكترومانجا. المهم نلعب الماجنتيك فيلد، نعملها افكت اكتيفيت. هنجيب وحش من المقبره يرجع الملعب تاني. تعال انت في الملعب. الجمل لما ينزل الملعب ليه افكت. هننزل الملعب الالفا. ده حلاوه المجموعه، الورق رايح جاي، وكل ما بيتحرك بيشتغل وبيجيب لك ورق، يروح المقبره يشتغل، ينزل الملعب يشتغل. هنعمل حته لينك عشان نستفيد بالاوراق اللي في الملعب قبل ما نستدعي الالكترومانجا. تمام. واحد اثنين ماشي. جيب حته اكسيز، حته اكسيز اهي، فكت اكتيفيت. هنشيل حته ماتيريال وهنبطل عمل الورقه التراب اللي هو سايبها دي.
ساعتها بقى نقدر نلعب الالكترو مانجا. 2 3 تعالى يا حبيبي شغل افكت اكتيفيت، دمر له الوحش بتاعه دوت، وحش الكاتيان ده. السلامة حبيبي، نهجم بقى خلاص انتهت القصة. اديله يوجي، اديله يوجي موتو. جامدة جامدة قوي قوي يعني، يعني مجموعة يعني جامدة قوي على السيلفر والكلام ده بصراحة جامدة قوي يعني، فاهم؟ دي تخش بيها يعني، تخش بها الجولد كده وايه، فاهم؟ تخش بها الجولد جامد كده وتعدي بها الجولد كمان، يعني حاجة جميلة بصراحة. بأمانة بأمانة، لا 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 ملهاش حل المجموعة دي. ندخل جيم كمان، ندخل جيم كمان. هنلعب ضد الجوي ويلر سيلفر. دخلنا سيلفر يا شباب، اللي هيكسب هيطلع رانك. ماشي، هو اللي هيلعب الاول، بيدافع دفاع دفاع كله دفاع. ماشي الفا، ده انا كده معايا كل الاوراق ما شاء الله، ده كده بالصلاه على النبي قوي يعني. مانجا مانجا، هنلعب الجاما. الجاما ننزل الالفا، الالفا ينزل نجيب حته الكترو مانجا. ماشي، نجيب حته ايه؟ الالكترو مانجا. بص انا ايه، ههجم ههجم دلوقتي، هنتقل شويه برضو. ماشي حلو، اتقل على الرز، ما تنزلش كل حاجه كده مره واحده. احنا برضو مش عارفين الفخاخ دي ايه برضو، فاهم؟ فايه واحده واحده كده يعني، هنتبسط واحده واحده هنتبسط. انت برضو مأمن نفسك يعني، الوحوش في الملعب دي مش هتتدمر بسهوله. اقصى حاجه ماشي، ضيع الكارما كات، ضيع الكارما كات، مش مشكله بس كده تمام، هو هينهي دوره خلاص. هنجيب بقى الدلتا، ونجيب دلتا برضو كمان، برضو من طبعا الدلتا بيشتغل، ونشغل الجاما برضو. هنجيب بدل الاثنين اللي في الملعب 2 دلتا، والدلتا اللي هينزل الملعب بنبعت حته ماجنت المقبره تمام، بس كده خلاص. حته برضو كارما كاب، انزلي بقى كده يا باشا بالبيتا، البيتا هيشتغل. نجيب حته ايه، حته ماشي جاما. احنا بقى ممكن نستغل الوحوش في الملعب دي ونعمل حته لينك تمام، اللي انت عايزه. في عندك دي كوت تولكر، وفي عندك بقى اللي هو جايا، في عندك حاجات كويسه يعني. ماشي، ننزل بجايا، 3 وحوش، ننزل بجايا وحش ب 2600 لينك، حته حلوه قوي. الوحوش اللي راحت المقبره دي هنستفيد بيها وننزل الكترو مانجا براحتنا، مفيش مشكله خالص. الفا بيتا، لا اللي في المقبره، جاما بنش، حرقناهم. وانزل بقى بالماجنت بالالكترو مانجا، نهجم بقى ولا ايه؟ شت. شت. اوف دمره، مشكله لما بتدمر بترجع التلات اوراق تاني الملعب. هي دي بقى حلاوتها، بقى دي حلاوتها ان الاوراق رجعت تاني الملعب. اتفرج، انا رجعتهم تاني في الهجوم، ومش كده وبس، ده هيشتغلوا كمان. الالفا اشتغل، هجيب تاني حته الكترو مانجا واقدر انزله تاني، بس بعد ما اعمل حته لينك تاني. خرب بيت كده، اجيب ايه؟ اجيب الباور كود. اتفرج يا عم، يا هو اللي عمل ده اصلا مصلحه، اللي هو عمله ده اصلا مصلحه. جبنا حته باور كود ماشي، نجيب بقى، نجيب بقى برضو ننزل الالكترو مانجا برضو. وفي حاجه عنده عايزه تشتغل، اللي عايز يشتغل عندك، لو في حاجه عايز تشتغل شغلها، ما تكسبش. في حاجه عايز تشتغل شغل، قول
تاني بتهرج. خلاص نلعب الالكترو مانجا. عاد يا باشا اجيبه لك تاني. مونستر ريبورن. ادي يا عم الالكترو مانجا اللي انت بوظته انا اجيبه لك تاني وانزل لك واحد تاني، مش مشكله خالص. معانا حتتين الكترو مانجا، مانجتين في الملعب. بوظ لي واحد جبت له اتنين، مش مشكله خالص. اتاك. جامده. لا بجد يعني مهما امدح في المجموعه دي فظيعه. فظيعه بجد، قويه جدا. بعت له حته نايس. طلعنا سيلفر اتنين، حلو قوي يا شباب. مجموعه مشرفه بصراحه، مجموعه جامده جدا. استمتعت بيها قوي. بستمتع جدا لما بلعب بيها. ان شاء الله نعمل حلقه بالماجنت بس في ماستر دول بقى، ونشوف بقى هتكون قويه، هيكون شكلها عامل ازاي، وايه اللي هيكون معدل ومضاف فيها، وان شاء الله تبقى حلقه اسطوريه باذن الله. ولو حابين نتكلم عن فيديو دول لينكس، حط لايك شير كومنت سبسكرايب فعل الجرس، واستنى الحلقه اللي جايه.